بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة في دولة الكويت، هذا المؤتمر 12 بعد 100 والذي يعقد اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر رجب لسنة 1442 هجري، والذي يوافق ويصادف 24 من شهر فبراير لسنة 2021 ميلادي. هذا المؤتمر يعقد في مستشفى جابر التابع لوزارة الصحة في دولة الكويت، ويبث مباشرة على تلفزيون دولة الكويت وعلى الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. ويسعدنا حقيقة أن تكون معنا بعد قليل الدكتورة منيرة العصفور، أخصائي أول طب طوارئ ورئيس لقسم الطوارئ في مستشفى الأميري في دولة الكويت، في مداخلة إن شاء الله تعالى بعد دقائق. بمناسبة مرور عام كامل على رصد أولى حالات الإصابة بكوفيد 19 في دولة الكويت، وكان ذلك في تاريخ 24 فبراير لسنة 2020، لا يسعنا حقيقة إلا أن نستذكر وأن نقدم تحية الإجلال والاحترام والاعتزاز إلى كل من ضحى بروحه في مواجهة هذا الوباء، ونسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء. كذلك الشكر والتحية إجلال والاعتزاز بجميع الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية، الكوادر الصحية، الطبية، الفنية، الإدارية، التي عملت على مدار الساعة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين الكرام، وما زالت هذه الكوادر تعمل بكامل طاقتها في تأمين الأمن الصحي للبلاد ولتأمين صحة وسلامة كل فرد في هذا المجتمع. الشكر كذلك لجميع شركائنا وزملائنا في الصفوف الأمامية في المنظومة الوطنية في مواجهة هذا الوباء من كافة الوزارات المعنية والهيئات الرسمية، وهذا بالإضافة إلى كافة الجهود التطوعية. بمناسبة مرور عام، دعونا نذكركم واسمحوا لنا أن نتشارك معكم ببعض من أبرز أسس واستراتيجيات مواجهة هذا الوباء التي اعتمدنا عليها خلال المرحلة الماضية. بداية، كانت هناك استجابة للتحذيرات، فهناك تواصل يومي بل تواصل لحظي بين وزارة الصحة وبين المنظمات العالمية المعنية، ونخص بالذكر منظمة الصحة العالمية وكذلك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، مكتب إقليم الشرق المتوسط، هذا بالإضافة إلى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث التعاون قائم ومستمر، وكذلك للإطلاع على أبرز المستجدات منذ بداية الوباء وحتى هذه اللحظة. الأسس والاستراتيجيات الأخرى هي كانت تتمثل بين الربط ما بين العلم وبين صناعة القرار لتقييم مخاطر هذا الوباء، ونحن كنا دائما نقول أن القرارات تنطلق حقيقة في مسارات إدارية إلا أنها من منطلقات علمية وفنية. تشكل في هذا الشأن العديد من اللجان وفرق العمل التي تعني بمتابعة المستجدات العلمية، آخر العلاجات وآخر التطعيمات وكل ما يخص الآلية الفنية والبروتوكولات العلاجية في مواجهة هذا الوباء. الأمر الآخر، كان هناك تأهب لمواجهة هذه الجائحة. إذا كنتم تذكرون، كنا نتحدث عن إجراءات وقائية منذ شهر يناير كانت في منافذ البلاد عبر الكاميرات الحرارية وفحص درجات الحرارة في المطار وغيرها من الإجراءات التي اتخذت
في دولة الكويت عبر المنافذ وعبر كذلك المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة، حتى عندما رصدت أولى الحالات في دولة الكويت كان الجميع على أهبة الاستعداد. كذلك هناك كان تحديد لأساليب وطرق المواجهة، وهذا يتمثل ما بين التمازج والتكامل ما بين قطاعين هامين في وزارة الصحة، قطاع الصحة العامة والقطاع الفني، القطاع الذي يعني في الترصد وفي الوقاية، والقطاع الذي يعني بالعلاج وكذلك الرعاية. إذن كانت هذه أبرز أسس واستراتيجيات مواجهة الوباء. النقطة الخامسة كانت تتمثل في تعزيز الاهتمام بالتكنولوجيا، وهذا بما يتوافق مع منهجية الوزارة وبما يتوافق كذلك مع رؤية كويت جديدة 2035. رأينا ذلك جليا في تطبيق شلونك وفي عمل المساحات عبر الحجوزات وعبر الرسائل وطباعة كذلك شهادات المساحات، هذا بالإضافة إلى التطعيم وحجز المواعيد، سواء تطعيم كوفيد-19 وكذلك تطعيم الإنفلونزا الموسمية وحجز مواعيد العيادات في المستشفيات وفي المراكز الرعاية الصحية الأولية وفي المجلس الطبي، هذا بالإضافة إلى الضمان الصحي وكذلك الصحة المهنية. حقيقة لا زالت هناك بعض التحديات في مواجهة هذا الوباء لا زالت قائمة، وهذه تتمثل في أمرين. الأمر الأول تصاعد المنحنى الوبائي العالمي والمحلي خلال الأسابيع السابقة كما اطلعتم على البيانات بشكل يومي. الأمر الثاني تداعيات رصد الأنماط الجديدة لفيروس سارس كوف 2 عالميا وفي بعض دول العالم. في هذه السنة لا زالت هناك المخاوف، ولكن المواجهة في 2021 بإذن الله تختلف عن المواجهة في 2020. المواجهة في هذه الأيام هي صحيح فيها مخاوف، إلا أن هذه المخاوف يحدوها الأمل، وذلك يتمثل في أن هناك سباق ما بين بداية الصعود لموجة جديدة وكذلك الأمر الآخر انتشار التطعيم وانتشار المناعة ما بين أفراد المجتمع. حول هذه المواجهة القائمة حاليا والتي تستعد لها وزارة الصحة وتتأهب عبر جميع المستشفيات العامة وعبر جميع الأقسام الفنية في هذه المستشفيات، نسعد أن تكون معنا الدكتورة منيرة العصفور اختصاصي أول طب طوارئ ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى الأميري. والدكتورة منيرة كانت منذ البداية هي عاملة في وزارة الصحة وفي المنظومة العاملة في التعامل وفي إدارة هذا الوباء، حيث تميزت مستشفى الأميري حقيقة في كيفية وآلية التعامل مع الحالات والسيطرة على الوضع الوبائي في هذه المنطقة، منطقة العاصمة الصحية. ومعنا اليوم الدكتورة منيرة العصفور لتبين لنا بعض من هذه المشاهدات سواء الماضية أو في هذه الأيام القادمة. حياك الله دكتورة منيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييك ومساكم الله بالخير جميعا، وشكرا دكتور عبد الله على استضافتي اليوم في المؤتمر الدوري لوزارة الصحة. أنا منيرة العصفور، اختصاصي أول طوارئ ورئيسة القسم في مستشفى الأميري للطوارئ. اليوم مثل ما قال دكتور عبد الله يعتبر تاريخ مميز، لأن في مثل هذا اليوم السنة اللي فاتت تقريبا في نفس التوقيت هذا وردني اتصال من أحد المسؤولين في وزارة الصحة بكوني نائب لرئيس مجلس الأقسام في ذلك الوقت ليخبرني بإعلان أول حالة سارس كوفي 2 أو كوفيد في دولة الكويت. بمناسبة مرور عام على جائحة كوفيد-19 في الكويت، حبيت أستعرض معاكم بعض الإحصائيات المهمة في المستشفى الأميري.
في العام الماضي تقريبا من فبراير 2020 إلى فبراير 2021 لهذا اليوم تقريبا في قسم الطوارئ والخاص والمعني بمناظرة الحالات التنفسية ومرضى الكورونا شفنا تقريبا 22,619 حالة، نسبة الدخول من بين هذه الحالات تقريبا 9% وبينهم 45% كويتي وكويتية دخلوا إلى المستشفى. بالنسبة للعناية المركزة وإحصائية أعداد مرضى الكوفيد في مستشفى الأميري فتقريبا 271 مريض. الحمد لله توفقنا في مستشفى الأميري وكان لنا حظ في افتتاح التوسعة الأميرية الجديدة قبل بداية الجائحة، مما أعطتنا مساحة جغرافية استغليناها أحسن الاستغلال لمواجهة جائحة كورونا، وبالتعاون مع إدارة المستشفى والشؤون الهندسية والأقسام المعنية قدرنا لهذا في هذا اليوم التوصل للأعداد اللي راح أذكرها من سعات سريرية في مختلف أقسام المستشفى. في قسم الطوارئ عندنا في مبنى ثنيان الغانم اللي يخصص لمعاينة المرضى المصابين في كوفيد 19 أو مرضى الأعراض التنفسية عندنا اليوم 28 سرير مجهز بالغازات الطبية والأكسجين ومعد تام لإسعاف أي مريض تكون حالته حرجة في المصابين في كوفيد 19. وعندنا في منطقة العيادات الخارجية القديمة مثل الفاست تراك أريا أو المنطقة اللي تعنى بالمرضى اللي حدة الأمراض أو حدة الأعراض عندهم تعتبر خفيفة، وأنشأنا جزء جديد في العيادات الخارجية القديمة يحوي على 45 سرير مجهز بغاز الأكسجين لا سمح الله احتياطا إذا زادت الأعداد في الفترة القادمة. بالنسبة لأسرة العناية المركزة في الوقت الحالي في المبنى الجديد عندنا 9 أسرة حاليا، وكخطة باء عندنا 31 سرير في مستشفى الأميري مجهز أنه يكون سرير العناية المركزة، ولا سمح الله إذا ساءت الظروف معاذ الله عندنا 51 سرير في الخطة بلان سي. تقريبا السعة السريرية للعناية المركزة في المستشفى الأميري ممكن أن تصل إلى 91 سرير. بالنسبة لأجنحة الكوفيد في مستشفى الأميري حالياً 91 سرير، آسف على المقاطعة، تفضل. 91 سرير هذه في الحوادث فقط؟ لا، هذا في إحصائية العناية المركزة. إحصائية العناية المركزة، ممتاز، تمام. بالنسبة لأجنحة الكوفيد حالياً عندنا 60 سرير مجهزين لاستقبال المرضى المصابين في كوفيد 19، والخطة باء تحوي على 100 سرير تقريباً، والخطة سي تحتوي على 200 سرير قادر مستشفى الأميري إنه يوفرهم لحالات الكورونا أو الأعراض التنفسية على ما نشخصها. في شهر ديسمبر كانت وزارة الصحة تخطط للعودة تقريبا للحياة الطبيعية خاصة في أقسام الطوارئ، وكانت تناشد بالتخطيط لتقليل أعداد الأسرة والمناطق للأعراض التنفسية في أقسام الطوارئ في دولة الكويت، ولكن للأسف تفاجأنا في ارتفاع الأعداد خاصة في أواخر شهر يناير و الشهر الحالي. راح أبدي من الإسعاف. أخوانا في الإسعافات لو تشوفون معاي هني الكيرف شلون صعد من بداية شهر يناير إلى تقريبا هذا في منتصف شهر فبراير، الكيرف واضح. أنا يعني اليوم ما راح أذكر أرقام لأن الصورة ممكن تعبر أكثر. الكيرف واضح بالزيادة. دكتورة، هذه حالات نقل مرضى من الكوفيد 19 من منازلهم إلى المستشفى. إلى المستشفيات. طبعا حالات كوفيد أو الحالات اللي فيها أعراض تنفسية مسببة بإصابتها. بالضبط. فعندنا في منطقة العاصمة الصحية. في الكويت كلها. في الكويت كلها. في الكويت كلها. فالكيرف جدا واضح ان في ازدياد ملحوظ في حالات نقل مرضى الكوفيد او اصحاب الاعراض التنفسيه الى المستشفيات.
بالنسبة حق زيارة قسم الطوارئ في مستشفى الأميري، لو تشوف الصورة تشرح لك عن شهر يناير وشهر فبراير، تشوف في نقاط معينة عندنا ارتفاع ونزول، ارتفاع ونزول، في أيام معينة قاعد تزيد الحالات ووصلت في أعلى نقطة إلى 100 أو 100 وأكثر من 100 شوية حالة في اليوم. خذينا هذا الكيرف وقسمناه على الأسابيع، زيارات الطوارئ بالأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع إلى الأسبوع الثامن خلال 8 أسابيع الماضية. ومرة ثانية الكيرف جدا واضح أن الحالات في ازدياد، وحدتها اللي قاعد نشوفها همّا في ازدياد في آخر 8 أسابيع. بالنسبة للآي سي يو مرضى الكوفيد في العناية المركزة أيضا من يناير وفبراير الكيرف واضح أن الحالات قاعد تزيد، وكذلك حالات الدخول في شهر يناير وفبراير تبين أن الحالات قاعد تزيد والكيرف تشوفونه صاعد ويبين لنا ازدياد الحالات. في آخر أسبوعين والله الحمد افتتحنا مركز التطعيم في مستشفى الأميري بناء على توصيات وزارة الصحة، وذلك للإسراع في تطعيم الطاقم الطبي في المستشفى الأميري ومنطقة العاصمة وكذلك الطواقم المساندة، وذلك حرصا منا على سلامة الجميع وزيادة أعداد المطعمين. في نهاية حديثي أحب أوجه رسالتين. الرسالة الأولى أوجهها كمسؤولة للطواقم الطبية والطواقم المساندة كافة وطواقم أقسام الطوارئ والعناية المركزة والكوفيد تيمز خاصة، كلمة شكر وعرفان ما توفي ذرة من اللي سويتوه ومن اللي قاعد تسوونه لازل توب كل إخلاص وتفاني رغم صعوبة الظروف اللي قاعد نمر فيها. أسأل الله لي ولكم أن يمدنا بالقوة وسعة الصدر للتصدي للآتي، وأسأل ربي أن يهون علينا اللياي. رسالتي الثانية أحب أوجهها كمواطنة في هالديرة العظيمة، أوجهها للشعب الكويتي والوافدين عامة. أنا متأكدة أن كل واحد فينا خسر عزيز أو عزيز على قلبه، خسرنا أبهات وأمهات وأصدقاء وأخوان وعمات وخالات. احنا الطاقم الطبي اليوم مستعدين للتصدي للموجة الجديدة، بس انا ما اتوقع ان اي واحد فيكم مستعد انه يتخلى عن عزيز على قلبه. باكر وعقبه ان شاء الله مناسبة جدا مميزة لدولة الكويت، ذكرى الاستقلال والتحرير، وهالمرة الكويت بأزمة، أزمة فريدة من نوعها، أزمة ما تبيك تضحي بروحك عشان الكويت، الكويت هالمرة تبيك تطعم وتصون روحك عشان تنقذها من هالأزمة. هذه المسؤولية المجتمعية اللي لازم الواحد يسويها، وهذه فرصتك أن ترد جزء من الجميل اللي قدمته لك هالديرة. بارك الله فيكم، سجلوا وطعموا، خلينا نخلص من هالأزمة بإذن الواحد الأحد ونرد الفرحة والبسمة لهالديرة العظيمة، وشكرا. شكرا جزيلا دكتورة منيرة العصفور على هذا العرض الكافي وعلى هذا التوضيح وعلى هذه النصائح الثمينة التي خرجت من القلب وإن شاء الله تصل إلى القلب كذلك. الشكر لجميع كوادر الصحية في مستشفى الأميري وفي منطقة العاصمة الصحية وفي جميع المناطق الصحية. الشكر كذلك للدكتورة أفراح الصراف مديرة منطقة العاصمة الصحية، وللدكتور الفاضل علي العلندة مدير مستشفى الأميري، والشكر مرة أخرى للدكتور دكتورة منيرة العصفور على هذا العرض وعلى هذه الجهود القائمة. ننتقل الآن على عجالة إن شاء الله لبيان الوضع الوبائي المحلي في دولة الكويت. خلال 24 ساعة الماضية تم رصد 960 حالة تعافي جديدة، ليصبح المجموع الكلي للحالات هو 175,048 حالة. نسبة الشفاء إلى الإصابات هي 93.6%. نلاحظ أن نسبة الشفاء إلى الإصابات لا تزال ثابتة ولليوم الثالث على التوالي وهي 93.6. الأمر الآخر أن مجموع حالات الشفاء من بداية شهر فبراير إلى اليوم هي 16,572 حالة شفاء.
نذكر دائما أنه بالوعي والالتزام بالعادات الصحية نستطيع أن نحمي أنفسنا ونحمي كذلك من معنا، وذلك لتفادي إصابات محتملة ولتفادي كذلك مضاعفات هذه الإصابات. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1001 إصابة جديدة، ليصبح المجموع الكلي للإصابات 187,005 حالات. هذا المجموع الكلي نلاحظ استمرار المعدلات والأرقام المرتفعة لحالات الإصابة. الأمر الآخر أن متوسط الإصابة إلى المساحات منذ بداية الشهر وإلى اليوم هو 9.7. الأمر الثالث وهو أن نسبة الإصابات إلى المساحات 11.4، وهذا للأربع وعشرين ساعة الأخيرة. حالات الإصابة منذ بداية الشهر وحتى الأربع وعشرين ساعة الأخيرة هي 21,162 حالة إصابة. نذكر أنفسنا دائما على أنه تغيير مسار المنحنى الوبائي، تغييره من الصعود إلى الانخفاض، هو رهن تعاون الجميع من الأفراد والمؤسسات في المجتمع على حد سواء. ننتقل الآن إلى إجمالي الحالات النشطة. الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج هي 10,895 حالة. بالنسبة للحالات في العناية المركزة هي 147 حالة. نلاحظ على أنه أرقام العناية المركزة لا تزال ضمن النطاق المرتفع. الأمر الآخر هو زيادة حالات العناية المركزة منذ بداية الشهر وحتى الـ 24 ساعة الأخيرة بنسبة 172%. بالنسبة للحالات التي سجلت حالات الوفاة خلال 24 ساعة الأخيرة هي 5 حالات، الإجمالي هو 1062 حالة. مؤشر حالات الوفاة يواصل الصعود، وتم تسجيل 98 حالة وفاة منذ بداية الشهر الجاري. نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم خالص العزاء وللجميع السلامة. بالنسبة للمساحات خلال 24 ساعة الأخيرة تم عمل 8,724 مسحة. المجموع الكلي يصبح 1,755,500. بالنسبة لعدد المساحات التي تم إجراءها منذ بداية الشهر وحتى 24 ساعة الأخيرة هي 217,238 مسحة خلال شهر فبراير حتى الآن. ونوجه الشكر لجميع الجهود القائمة في فرق التقصي الوبائي وفي الصحة الوقائية وفي الصحة العامة كذلك من الفرق التي تحرص على إجراء المساحات، هذا بالإضافة إلى المستشفيات العامة. رسالة اليوم وهي رسالة من معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، وهي عبارة عن تغريدة في موقع تويتر: مضى عام على كوفيد 19 في الكويت، شكرا جزيلا لقيادتنا الحكيمة على دعمها في مقاومة هذا الوباء، شكرا لكوادرنا الطبية على عطائهم المميز وبذلهم اللامحدود، شكرا لكل من ساهم في مواجهة هذا الوباء أفرادا ومؤسسات. اللهم احفظ الكويت وارفع البلاء عن البشرية جمعاء، ولنكن جميعا يدا واحدة ضد الوباء. نسأل الله السلامة والشفاء للجميع، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.